تذكرون من زمان إذا جينا ناخذ عمرة ونشتري رز من المطاعم اللي على الطريق، نشوف الرز كله حب مسمار وجزر، كنا نموت فيه ننهبل عليه. هذا هو الرز البخاري. الرز البخاري وش اللي يفرق عن الرز الأحمر؟ الجزر، المسمار الحب، والمسمار المطحون عشان تكون نكهته أقوى، والكمون. أول شيء بنغسل الرز وننقعه نصف ساعة في موية باردة مع الزبيب الأسود، يعطي يعني شكل العادي لو أصفر. شوح البصل والثوم، شوح البصل والثوم، شوح البصل، حط عليه الدجاج، بهارات، وجزر مبشور. ممكن تحطون جزر أصابع بس أنا أحب المبشور فقط. طماطم، معجون طماطم، ونتركه يتسبك. نضيف له مويه حارة ونغطيه لحد ما يستوي الدجاج. الرز الأحمر كل أنواعه أحلى شيء مع رز المزة، وما شاء الله يكثر. أنا ضفت له مية زيادة، وشوفوا طول الحبة ما شاء الله تبارك.